واحد بيقول السيد المسيح كان كامل في ناسوته، وما دام كامل في ناسوته يبقى هل كانت فيه الغرائز الجنسيه مثلنا؟ لا، هو شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيه، وما كانش عنده هذه الاخطاء طبعا، وما كانش محتاج ان يتغلب عليها، كان فيه سمو فائق مش محتاج ان يحارب بخطيه. وذلك قيل شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيه.